نادي الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا للانضمام لرجال الطائرة. أنهى الكوبي جارسيا إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. الحقيقة تدعيمات قوية في كل الفرق الرياضية سواء سلة أو طايرة أو في كل الألعاب. الحقيقة النادي الأهلي بيحاول أن دائما النادي الأهلي بيحاول أن هو يكون أو بينافس على كل البطولات اللي بيلعب فيها في كل الألعاب. أخيرا